أهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من رجا توكينج لايف. اليوم أنا حابة أحكي عن نكمل بموضوع الحكي عن الطاقة، وأنا عملت لكم قبل هيك فيديوهات حأحطها تحت أو بالكارد فوق اللي حكيت فيها بطاقة سد 2021 وطاقة شهر يناير. الفيديوهات حيكون مخصص للحكي عن الطاقة تبعت شهر فبراير أو شهر 2. هلا تذكروا أنا حكيت إنه السنة هاي الطاقة تبعتها مش حتكون سهلة علينا وكلها مليئة بالتغييرات. شهر 2 حنبدأ نحس كمان في تغيير كتير، حتصير الطاقة تتحرك بطريقة سريعة وحيصير فيها تغييرات أكتر بكتير من اللي شفناه بشهر 1. كمان اللي أنا حاسة إنه بهاي واحدة من الطاقة اللي موجودة بهذا الشهر حيكون فيها منافسة. المنافسة على إيش؟ أنا بعتقد حتكون على الوظائف، لأنه زي ما شفنا في كتير ناس ب 2020 خسرت وظائفها، فهلأ شوي شوي الأمور إن شاء الله بس تفتح. يمكن ما حتفتح كومبليتلي، بس مع وجود التطعيمات وفي ناس أكتر عم تطعم، وتقريباً بشهر 2 شوي عدينا من هالشتاء، بركي حيصير في مجال لفي وظائف جديدة حيعلن عنها. فمنها أنا بعتقد إنه مع هذا التغيير مع وجود وظائف، بس لأنه الوظائف قليلة وكتير ناس فقدت أشغالها، حيكون في منافسة كبيرة على هاي الوظائف. والطاقة هاي اللي موجودة بشهر 2 هي حتساعد، لأنه في كتير تغيير، حتساعد على إنه هاي المنافسة تكون موجودة. الشغلة الثانية كمان اللي أنا حابة أحكيها، واحدة من الأشياء اللي كمان حنحس فيها بشهر 2، إنه حتحس إنه صار الواحد هلأ في مقارنة. هلأ المقارنة بشكل عام منها كويسة إلا إذا كانت إيجابية، بس اللي أنا بحكي فيه المقارنة اللي هي مقارنة حياتي بحياة الأشخاص اللي موجودة حوالي، أو حياة ناس تانية ناجحة، وبتصير أطلع أنا طب أنا ليش أنا ما عندي نفس اللي عندهم؟ ليش أنا حياتي مش ناجحة زيهم؟ ليش هم عندهم فلوس أو عندهم أولاد أو عندهم شغل وأنا ما عندي؟ سو هاي الطاقة لما منفكر بهاي الطريقة، الطاقة اللي حتجلبها لإلنا ولحياتنا بشكل عام حتكون طاقة سلبية، لأنه اللي حيصير حنصير إحنا نتطلع على حالنا بطريقة مش صحية. حنحس حالنا إنه إحنا مش كفؤ، حنحس حالنا إنه إحنا ما قادرين نعمل اللي بدنا إياه، وغيرنا عم بيوصل للي بده إياه وإحنا مو قادرين. فهاي بالأوضاع العادية أصلاً منا كويس إنه الواحد يحس بهالطريقة، بس كمان هلأ بالوقت الحاضر لأنه في كتير معطيات حوالينا بتخلينا نفكر سلبي. فتخيلوا كمان نيجي إحنا to beat ourselves to death، إنه إحنا نقعد نفكر بحالنا ليش إحنا ما عم نعمل، ليه ما عم نوصل للي بدنا إياه، ليه ما عم بيكون عندي اللي بدي إياه، ليش غيري عنده، ليش هيدي مثلا أحلى مني وليه. فمنقعد وقتها منروح على طاقة سلبية على الآخر، والطاقة السلبية هاي اللي موجودة بالأفكار حتتحول لطاقة عواطف سلبية، وحتتحول بعدين لتجذب طاقة لإلنا ولمحيطنا ولعائلتنا طاقة سلبية، وهذا الحكي إحنا ما بدنا إياه. فعلشان هيك بالشهر هذا حاول أكتر من أي شهر تاني إنه نبعد عن المقارنة. إحنا كتير كمان بديننا أو بالمجتمع العربي والثقافة العربية منحكي على الغيرة والحسد والعين وهاد، فهدول كلهم نابعين من إنه إحنا منقارن حالنا بغيرنا. فلما أنا بقارن حالي بشخص ناجح أو شخص موفق بعمله أو مع عيلته أو مبسوط هو ومرته whatever the reason is،
ومنيجي إحنا منفكر بهاي الطريقة، then هاي ممكن تأدي حتى لو الواحد نيته صافية، بس لأنه عم بفكر بالطريقة سلبية هي اللي حتأدي للحسد، للغيرة، ليضرب الواحد عين لحدة تاني. فإذا منفكر هلأ بكل شيء منعمله بالمجتمع أو منحكي عنه بالمجتمع العربي تفكروا فيه بطريقة الطاقة، حتلاقوا إنه it makes sense، وما حنقدر نضلنا نفكر بهاي الطريقة. المقارنة مع شخص تاني إذا بتخلينا نحس إنه إحنا أقل منهم وبدنا اللي عندهم، هاي حتجلب لنا إحنا طاقة سلبية وحياتنا حتصير سلبية أكتر. إذا كانت المقارنة هاي حافز لإلنا لنعمل أحسن، then yes why not، خلينا نقارن حالنا مع شخص ناجح أتعلم منه إيش أسس النجاح تبعته عشان أنا أصير زيه، بس نبعد عن المقارنة السلبية. فاليوم علشان إحنا نرفع من مستوانا الوعي تبعنا والإدراك، وإنه إحنا نطور من ذاتنا، وانتو عارفين انا على الشانل هاي كل شغلي على تطوير الذات، على انه الانسان يوسع مداركه، وانه انا اكون على اتصال مع شخصي من الداخل وابقى مبسوطة من الداخل قبل ما انا ادور على السعادة برا. So, اليوم ايش اللي ممكن تعملوه انتو؟ قولوا لي، اكتبوا لي تحت بالفيديو ايش الاشياء اللي ممكن تعملوها لتطوروا من حالكم علشان تخليك تحسي احسن، علشان توصل للنجاح اكتر، وعلشان ما نقعد نقارن حالنا مع شخص تاني. ما هذا الشخص لما وصل للنجاح ما كان بسهولة، هذا الشخص سقط وقع مليون مرة قبل ما يرجع يوقف، هذا الشخص كل يوم يمكن بدرس وبشتغل وبعمل اشياء كتيرة ليطور من حاله علشان يوصل للي هو بده اياه. فايش اليوم احنا بدنا نعمل؟ خلينا نفكر بطريقة ايجابية، خلينا نجيب ونجلب لحياتنا طاقة ايجابية. فايش الاشياء اللي ممكن تعملوها علشان تطوروا من حياتكم وتكون حياة ايجابية وسعيدة؟ يلا شكرا كتير لكم على انكم خلتوني بحياتكم اليوم وانه سمعتوا لي، ولو سمحتوا بليز سبسكرايب للشانل وشاركوها مع الناس اللي بتعرفوا علشان نوسع مدارك ناس اكتر، نطور الذات اكتر، ونجلب سعادة وطاقة ايجابية للمجتمع كله وللناس اللي بنعرفها. مع بعض الطاقة الايجابية الطريقة اللي بتشتغل فيها، اذا احنا كنا مع بعض بتكبر تكبر تكبر غير شكل. فبلا ما نكبر طاقة سلبية خلينا نكبر طاقة إيجابية. شكرا كتير، وأشوفكم مع طاقة شهر 3 إن شاء الله الشهر الجاي أو المرة الجاية. باي باي، مع السلامة.